الو، ايه يلا بتعمل ايه؟ مش عارف اذاكر الرافع. انت زعلان على الرافع؟ ده انا لسه ما فتحتش الماده. ايه يا ابني انت بتعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بذاكر اشيل الماده. ماده؟ ده انا شايل اربع مواد. يا ابني طب استنى بص، نقرا الرافع، نقرا الرافع، نقرا الرافع. طب اهو. ايه يا زمالك؟ قلت لك يا عم نذاكر الروافع. يا عم انا حليت الروافع ولا تعادل، انا سايب الامتحان فاضي. ايه يلا خدنا الاجازه بقى، ما يلا نخرج. لا يا ابني انا مش هقدر اخرج. عندي 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 ها انت زعلان عشان برد؟ يا ابني ده انا عندي فيروس سي.